أظهرت البيانات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل عشية عيد الميلاد 2018 أنه يعيش في إسرائيل نحو 175 ألف مسيحي، يشكلون نسبة 2% من مجمل عدد السكان في إسرائيل. وفي عام 2017 بلغ معدل نمو السكان لدى المسيحيين نسبة 2.2% مقارنة بنسبة 1.4% في العام الذي سبقه. وتعود نسبة الارتفاع هذه في الأساس إلى قدوم 597 مهاجراً مسيحياً من أثيوبيا. وتشير الإحصائية إلى أن 70.6% من المسيحيين يعيشون في شمالي إسرائيل، وأن أكثر المدن اكتظاظاً بالمسيحيين هي الناصرة التي يسكن فيها 22.100 نسمة، وحيفا 15.800 نسمة، والقدس 12.600 نسمة، وشفا عمر 10.200 نسمة. ودلت البيانات أيضاً على أن 782 من الأزواج المسيحية تزوجوا في عام 2016، وكان متوسط أعمار العرسان 29 عاماً وشهرين، أما العرائس فبلغ متوسط أعمارهن 25 عاماً وستة أشهر. وبلغ عدد المواليد الجدد المسيحيين عام 2017 2504 أطفال، أما معدل عدد الأولاد حتى سن 17 في العائلة المسيحية فبلغ 1.89، وهو أقل نسبة للولادة في كل المجتمعات الإسرائيلية، فقد بلغ معدل عدد الأولاد لدى العائلات اليهودية 2.39 ولدى العائلات المسلمة 2.83. على صعيد التعليم، حصل 78.5% من الطلاب المسيحيين في صفوف الثاني عشر على الشهادة الثانوية التي تؤهلهم للانضمام إلى التعليم العالي بحسب متطلبات الجامعات الإسرائيلية، بالمقارنة مع 59.5% من الطلاب المسلمين و 78.7% من الطلاب اليهود. وبلغ عدد الطلاب المسيحيين في المعاهد العليا في العام الدراسي 2017-2018 نحو 5900 طالب، وهم يشكلون نسبة 2.3% من العدد الإجمالي للطلاب في المعاهد العليا. ويدرس 73% من الطلاب المسيحيين للحصول على اللقب الأول، و 22.8% منهم يدرسون للحصول على اللقب الثاني، و 3.3% منهم يدرسون للحصول على اللقب الثالث أي الدكتوراه. وأظهرت دائرة الإحصاء في إسرائيل أيضاً أن نسبة المشاركة في القوى العاملة عام 2017 لدى المسيحيين ممن هم في سن 15 فما فوق بلغت 68.6%، 74.7% لدى الرجال و 63.6% لدى النساء.